يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 30-18، الإسكندرية 25-16، مطروح 23-14، بورسعيد 24-17، الإسماعيلية 31-18، إلى السويس 31-17، العريش 26-16، طابة 27-18، شرم الشيخ 31-22، والغردقة 31-20، وإلى الأقصر 35-19، أسوان 34-20، الوادي الجديد 33-19، شلاتين 31-20، وحلايب 28-22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.